فيديوهات من يوتيوب بدون برامج. ندخل على موقع يوتيوب، نختار أي فيديو، مثلا هذا الفيديو، كل ما علينا فعله أصدقائي هو تعويض، هو وضع S ونضغط Enter، وهكذا سيأخذنا إلى موقع التحميل. كما تشاهدون أصدقائي، الآن دخلنا إلى موقع التحميل. وبعد أن يأخذنا إلى هذه الصفحة، نضغط هنا انستال، ثم يتحمل معنا الفيديو، يحمل معنا الفيديو. وهكذا أصدقائي سنكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. إلى حلقة قادمة إن شاء الله.